بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. في إطار تعريف بمنتجات تعاونية الأمل التي أسست سنة 1978، بادرنا إلى تنظيم عرض الأزياء بتنسيق مع جمعية فن وفنون وبمشاركة صانعات حرفيات. وبهذه المناسبة أود أن أقدم الشكر الجزيل إلى السيد محمد بودلال المدير الجهوي للصناعة التقليدية عن توفيره لنا هذا الفضاء المتميز لتنظيم هذا العرض، وعن دعمه المتواصل لتعاونيتنا. والشكر موصول إلى السيد عبد الإله بعزيز نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس عن تشجيعاته ودعمه لنا كلما طرقنا أبوابه. والشكر موصول إلى أطر المديرية والغرفة، كل واحد باسمه وصفته. كما أشكر الحضور الكرام وأقول لكم بكل حب واحترام وشوق، نستقبلكم ونفرش طريقكم بالورد ونعطر حبر الكلمات بالمسك، وننتظر الإبداع من نسمات الليل لتصل همساتنا إلى قلوبكم وتنال لمسات أيدينا إعجابكم. فمرحبا بكم بقدر النجوم الساطعة والورود الفائحة التي تفوح بأزكى العطور وبقدر ما تكتب الأقلام من الحروف. مرحبا بكم في هذا العرض، وكنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا العرض. هذا كنرحب بالجميع وكنشكر الجميع اللي تشرف بينا لهنايا، وكنتمنى ينال اعجابكم هذا المنتوجات اللي غنديروا في هذا العرض. هذا ينال اعجابكم، من ضمنهم القفطان ذو التقشيطه، جبادور، جلابه، اللي حنا كنشهروا هذا تعاونيه الامل. كنتمنى تزيد القدام وإن شاء الله يكون خير.
وكنشكر الجميع وكنشكر السيده الرئيسه اللي فتحت لنا هذا المجال هذا وعاونتنا بزاف ديال الحوايج، وكنشكر السي بودلال المندوب ديال المجمع، كنشكره بزاف حيت قدم لنا بزاف ديال المساعده، وكنشكر الجميع، كنشكر الجمهور كاع اللي كاين، وكنشكر الناس المسؤولين ديال الغرفه وديال المجمع وكل شيء، ليهم الشكر.